مين؟ يلا صفن صفن. ايه يا جو؟ ايه كوماندو كيفك؟ ليك زرقش في معي زنود الست. لا شي احلى، معي افلام باتمان تبع بروسلي 3 حلقات. عطاك جد؟ من وين جبتهم؟ دارين عرضني اياهم. دارين ما غيرها؟ وهبه؟ ايه دارين. والله شو هالتطور هذا؟ لا تطور ولا شي خي، بدش هالقد يعني عرضني اياهم. اه وانت وهي وين لقيتهم؟ اش بعرفني بس شغله مهووسه بالافلام. اه مثلك يعني. وخيف انه هيك مساقبه يعني. ليك اشهدك على شي، تعال نحضرهم سوا. ما بعرف انه اذا لحقت يعني يمكن بقى بيروت. بيروت؟ ليش انت وين هلا؟ ما هلا نازل. انه ايش عندك ببيروت؟ شغل. خي شو حلو، شغل شو؟ اي تي بشركه، مش على اكيد يعني، عندي ميتنج مع الجماعه. طيب بس انه يعني اذا مش الحال بدك تنقل تعيش ببيروت؟ طيب شو بعمل يعني؟ ضل قاعد بلا شغل؟ طيب ولك و ضحى عارفه؟ لا ما قلت لها. شو؟ مش ناوي تخبرها؟ ما بعرف. بس انه اذا طلقنا شو بهم؟ لك يا زلمه معقول بدكم انتم بدكم تطلقوا عن جد؟ يمكن. لك روق على بعضكم يا زلمه، بدش هالقد، ارجع عشيه بنقعد عندي بعمل لك جاد بشار، بنحضر افلام ونحكي بالموضوع، ايش رايك؟ طيب طيب، بحكيك حسب شو بصير معي. طيب يا حب، موفق. اوكي يلا باي. لحظة لحظة، بدك تصف مضبوط، يا خي شو الصف؟ صفني كثير بهاللعبة. ايه انت بدك تخسر. انت ما شاء الله عليك لعيب حريف، خي ضبهم بايدك هلا. هي شاي وارجيلي حامض ونعنع. إن شاء الله ممنوع التدخين هون كمان. لا فيك تدخن بس افتح الشباك. بتدخن هيك من قبل؟ من قبل شو؟ من قبل الحادث. حسب أي حادث، في كذا حادث. في الحوادث كمان تبع الـ 75 بتتذكريهم؟ كل ما يصير عندنا حرب لبنان بسموها حوادث. بس أكيد ما بتتذكريهم، كنت صغيرة أنت. حادث اجرك. اه. لا من قبل الحادث. كيف صرت؟ بالنسبة لشو؟ اجرك، حياتك. دخلك وقت تطوست مش انت قلتي لي اجرك بهالحياة ولا هيدي وحدة تانية؟ فكرتك ما سمعت به. بعد ما عرفت شو بدك مني. بدي تروق. شو بهمك انت اذا رقت او ما رقت؟ إذا صحيت أو ما صحيت، شو رح يغير هالشي بحياتي؟ رح تفرحوا فيي أنت وخطيبك وتقربوا موعد العرس إذا أنا صحيت ورقت وصرت منيح؟ هادي قال لك أنا مخطوبة؟ زعلتي لهادي فقس. ما عرفت شو بدي أقول له، عزمني على فنجان قهوة وما حبيت أقول له لا دغري، فأعطيته أول حجة طلعت براسي يعني. عنيدي وكذابة كمان؟ هادي شاب منيح. ما كان في لزوم تكذبي عليه، كان فيك تحكي بكل صراحة. ما حبيت اجرحه، بعدين يعني الحقيقة بتجرح أقل من الكذب. يعني أنا كنت بفضل إنه أقطع له الأمل من أول مرة، أحسن ما يرجع يسألني مرة تانية. أوف. كثير واثقة من حالك أنت. شو أنا فكرة إنه هادي انغرم فيكي من أول نظرة؟ 100 بنت بتتمنى عليها لهادي. لا ما هيك قصدي. ألو؟ ناتالي؟ طلال مايك. ايه طلال. كيفك؟ كيف خلود؟ وينكن؟ منيحة، هون خلود نايمة. خلود بهاشي؟
لا بس انه تعبانه شوي. طيب بعدنا على موعدنا الليله؟ والله نسيت صراحه يا طلال، بس خلود ما انا كثير مرتاحه، فما بعتقد رح تقبل تظهر اليوم. شو بها يعني مريضه؟ يعني شوي. ايه ما بدك تخبريني؟ ما بدك تخبرني شو فيه يعني؟ لقوني الليلة على المطعم وبتعرفوا شو فيه، ما بيصير إلا على ذوقكم أنت وخلود. ولا يا طلال ما بعرف، قلت لك يعني خلود نفسيتها تعبانة، ما بعتقد رح تقبل تظهر. وين خلود؟ حدك أعطيني إياها بدي أحكيها. يا عمي ما قلت لك نايمة، شو قصتك طلال؟ ليش مسطول هالقد؟ ناتالي خليها تتنشط وتجي الليلة على العشاء. ما بتكونوا إلا مبسوطين، أوكي؟ ناطركم الليلة. طيب أوكي خلص هلا بحكيها وبخبرك، أوكي؟ يلا. جالوبس أحيط. مع مين كنت عم تحكي؟ ماشي شغل. شغل شو؟ شغل حياتي بزنس، ما عندي اجتماع مع هول الجماعة اللي كنت عم بحكي معهم. هيك من أول يوم بعدنا متجوزين بدك تنزل تظهر وتسهر؟ شغل شو هيدا؟ حياتي مش هيك، بس ما بدي اياكي تكوني قاعدة على العشاء زهقانة ومش فهمانة شيء، إنه رجال بين بعضها. وهني ما معهم نسوانهم؟ لا لا لا، رجال بين بعضهم مشان هيك. طيب حياتي ما تزعلي، بكره بنروح نتعشى سوا. لا ما في لزوم نصرف المصاري على المطاعم، الأحسن توفرهم كرمال تفتح شغل إلك ونستأجر بيت. معك حق، بس ما تعتلي هان، إن شاء الله بتفتح بوجنا. طيب شو بدنا نعمل كرمال الجامعة؟ ما أنا أكتر منك بدي إياكي إنه ما تتركي الجامعة، بس ما فيك تلاقي جامعة ببيروت؟ أي بعتقد فينا. أي يمكن هيك أحسن، ما بدي حدا يشوفك بالجامعة وياخدك مني، خاصة بيك. لك ياخدني شو؟ نحن تجوزنا، أنا صرت إلك طلال، هو بطل إله سلطة علي. أنا بس بخاف عليك، بخاف يأذوك أنت. سمعتك عم تحكي مع طلال على التليفون. صباحو، كيفك؟ منيحة؟ شو بده؟ ماشي، بس بتتذكر اليوم عزمنا على العشاء؟ ايه صح. وقال مصر كتير كتير، يعني ما تتخيل قد ايه هذا المسطول، قال لازم نروح انا وياكي، قال في موضوع كتير مهم بده يحكي فيه. موضوع مهم؟ مثل شو؟ لا حياتي، بس يمكن الموضوع له علاقة بسلمان. سلمان؟ سلمان كيف بدي اقتنع فيه بعد ما هو قبل هيك وكان مفكرني؟ لا لا، هلا انت حبيبتي تقبرين، شو بدك بسلمان؟ خلص انسيه عن جد، يعني يمكن طلال يكون عنده حدا جديد، عرفتي انه بده يعرفك عليه، ما بتعرفي. شو الفرق؟ ما هي المشكله ذاتها مع كل الرجال. لا لا حبيبتي، هاي بدك تسمحي لي فيها، معليه يعني، لانه مش كل الرجال بفكروا بذات الطريقه. ايه هون اللي عنا بالمنطقه بس عقلتهم دقه قديمه، بس كل العالم غير. تقبريني ببيروت ما هيك بفكروا؟ وحياتك مثل ما عم خبرك. بيروت؟ وطلال شو حيعرفوا بالناس اللي ببيروت؟ هلا هيك بدك تسامحيني فيها، لانه انا ما بعرف، بس انا برايي يا تقبريني خلينا نقوم نظبط حالنا انا وياك، هيك هيك قاعدين وزهقانين وما عندنا شيء نعمله، منروح يعني بالنهايه الفرصه بتجي مره واحده، ليش نروح علينا هيك فرصه ونندم بعدين؟ هلا اي نعم طلال مسطول وهبيله وغشيم، بس انه الزلمه ابن المنطقه وجارنا، يعني اكيد اكيد ما رح يعمل شيء غير لمصلحتنا. انا اكيد من هذا الشيء 100% يعني 100% تقبريني. يا علي انت شكلك تعبانه، حقوم انا براسي اعمل لي كاس الزبره وتقلي قلبي. صح صح ايه؟ يعطيك العافية. الله يعافيك معلم، شوف لي هالقطعة على ذوقك. عافيك، حلوة. الله يخليك. يلا أنا رح أمشي. شو عامل؟ رايح على البيت؟ إيه والله بدي أروح على البيت. أنا والشباب ظاهرين ناخذ كيس، بتجي معنا؟
ريتو ألف صحة، إن شاء الله غير مرة. ليش لا؟ ما عندك حدا بالبيت يقعد لك مع البنت؟ بلا عندي حدا بس تأخرت لازم أرجع. ولو يا زلمة تلفنا بقول له إنه رح تتأخر في ساعة، ما رح تخرب الدنيا. والله غير مرة معلمي. يعطيك ألف عافية وصحتين. مثل ما بدك. الله يكون معك. صلي مع الشباب. سلم ايديك. شو قلت لك شي اي ساعه رح ترجع من عنده لهيدا؟ انت سحبتها ولازم تعرفي. يعني هو مفروض يرجع من الشغل عشان الساعه 5. عايز شي غير القهوه؟ لا يا حبيبتي يسلموا، عودتينا على قهوتك. بس شو بعمل لك قهوتك طيبه ضحى؟ اقولك في شي بينه وبين هيدا المهمرجي؟ ما بفتكر. ليش شاكي بشي؟ لا بس مشغول بالي، مش مطمنة أنا على كترة هالروحات والمشيات. بكرة هي بتتعود عليه وهو بيتعود عليها، وهي بتتعلق فيه وهو بيتعلق فيها، وبتفوتنا بشي قصة ما نعود نطلع منها صاخ. لا يا تونت ما بفتكر. يعني على كل حال هي ما بتشوفه إذا أنت خايفة منه. أول ما هو يرجع على البيت هي بتفل، ما تعتلها. إن شاء الله. وانت شو؟ شو عملتي انت وجوزك؟ ناوية تحكي معه يعني؟ ناوية انت تصالحه؟ شو بدك تعملي؟ اذا مزعوجة مني انا بقدر فل على بيت اهلي، مش مشكلة. لا مش مزعوجة منك، ولو ما تقلك على الارض شو تقلك علي. بس انه يا بنتي يا ضحى انا بدي كرمالك يا حبيبتي. بس هو ما حكاني، يعني انا مش رح احكي. ايه المرة هي لازم تكسر شوي وتستوعب الرجال، يعني حدا منكم لازم يكسر. بس أنا ما غلطت معه، ليش أنا بدي أكسر يعني؟ ولو يا حبيبتي، حتى لو ما غلطتي لازم أنت تستوعبي. المرة عقلها كبير، الوعي الكبير بيستوعب الصغير، والرجال عقله صغير. معليش تحكي عليه شوي وابني بيتك، الرجال ما بيجي بكسر الراس وبالقوة. هدي كفي تقشير البطاطا وبس تخلصي شوبريلي هاودي. اوكي جلال، ورح توصل شيرين والولاد على المتن؟ طيب خيي، على كل حال نحن هون بالمطعم، اذا بتلحق تمرق احكيني واقطع علينا. اوكي يلا باي باي. هذا خيي جلال ما رح يقدر يلاقينا. بسيط، على كل حال كان عم بقول لي انه في عنا موظف باسم الاي تي مسافر باخر الشهر على المانيا، ويمكن تقدر تاخذ محله. ان شاء الله. فيك تمرق بكره على 3 على المكتب، بكون خيي جلال هناك. اوكي اتفقنا. عفوقه جلال مجوز من عندكم من المنطقه. من وين من المنطقه؟ يا خيي ما بعرف، مرته من فوق مشي محل. شكلها مش عجبتك الجازه. يا خيي كله منيح، بتضلها مرت خينا. على كل شو بدك تاكل هلا؟ هات لنطلب المنيو. متر. مرحبا، بعزبك بالمنيو بليز. افترس الأسد الغزال بعد أن طارده في الغابة لمدة نصف ساعة. حرام الغزال. ادي شريعة الغاب. شو على شريعة الغاب؟ يعني الكبير بيأكل الصغير، والقوي بيأكل الضعيف، والبسين بتأكل فار. هاي بابا، كيفك عيوني؟ منيحة يعطيك العافية. هاي عملت لنا شوربة عدس. ما الطبخ مش بالاتفاق مش هيك؟ وحد علمي انه بيطلع لنا طبخة ببلاش مع كل درس من الدولة الكريمة. لا مش ببلاش، أخذت منك 4 سوجير بالمقابل. خذي
خلصت الإملاء؟ إيه خلصت. أنا رح أمشي. ما بدك تصلحي لي إياها؟ لا معلش، بيك بصلح لك إياها. بشوفك بعدين. لك ايه يعني هديني؟ شو بصير لك؟ شو بصير لك؟ لك لك كيف قاعد مثل البوم والله وكيلك؟ فلا تفرضي حاجة انك خليتك تضحك. اجي نتصرف نضحك. هاي وين كنت لو تاخرتوا؟ يسكت. ما خبرتك شو صار معي؟ حزار شو؟ قطعتني السيارة وما عرفت شو بدي اعمل. انا تركتها بنص الطريق وتخيل كرمال عيونك. ها تركت برستيجي وجيت كرمالك بالسيرفيس. ليه شو بها السيارة؟ ما لنا شقفة حرتوقة. ما انت قدرة. شو بدنا نعمل؟ خير خلود، في شيء؟ بك شيء؟ لا لا ابدا، ما في شيء. كيف يعني ما في شيء؟ انا ماني غريب. افتحي لي قلبك احكي. طيب تشربوا شيء ولا بدكم تتعشوا؟ انه استاذ طلال يعني المنيحه بدها سؤال، انه اكيد بدنا نتعشى. شو؟ زايد جمالكم اليوم. في شيء هيك هيك بدكم تخبروني؟ والله ايدنا بزنارك. أنا وياها جاهزين إذا أنت عندك شيء هيك هيك. يلا إن شاء الله خير. متر بدي أعزبك. إيه كيف كان نهارك عن طارق؟ ماشي. أول ما وصل هو أنا صليت يعني. شو ما بتحكوا؟ بلا شوي. شو بقلك يعني؟ كيف بحكي معك؟ بيحكي معي بجفاصة. لك يا آية شو بدك في هيدا؟ واحد معقد، خاصة من بعد اللي عملته في مرته. يعني أنت بتعرفي شي عن القصة؟ بتعرفي شو صار على المزبوط؟ ما حدا بيعرف شي، بس بنسمع إنه مرته كانت كتير قوية وكانوا ضلوا يتخانقوا، وبعدين اكتشف إنه عم بتخونه ببيروت مع واحد، فشحطها من البيت وطلقها وحرمها من بنتها. وبعدين عرفنا انه جوزت صاحبها واختفت اخبارها. طيب هلا هي وين؟ ما حدا بيعرف عنها شيء. يعني هو منعها تشوف دينا؟ مش مزبوط انه هي تركتها وما سالت عنها مثل ما بيقول؟ هيك بيقولوا، بس بالاخر عن جد ما حدا بيعرف شو في بين اثنين تحت سقف واحد. يعني الحقيقه بس هو وهي بيعرفوها. بس بصراحه يعني انا ما بستبعد انه يكون عمل هيك شيء. مش شايفتي كيف اخوت؟ يمكن صار اخوت. يمكن، بس بكل الاحوال مضروب، فشو ما عملتي معه مش رح يوثق فيكي، فلا شو هالعذاب كله يعني؟ مش عم بفهم. سمعت التلفون عمران؟ وفين؟ جاوب انت ولا بجاوب انا؟
هارون. ايه بني معك رشا. رشا وينك؟ امتى رجع على البيت؟ ماني راجعة. مش راجعة؟ عم بتجاوبيني كمان وليه؟ بيي انا تجوزت ونقلت على بيروت. على بيروت؟ شو فين بيروت؟ عم بقول لك تجوزت واحد من بيروت. تجوزتي من ورا ظهري يا رشا؟ طيب افرجيكي انا. بكره بس ترجعي على البيت لحتى خلي القشاط يلبي على جسمك للبيع. اي والله لاسوي فيك اللي. الو؟ الو؟ الو رشا؟ قفلت الخط. ربيتا شو طلعت بالعصر؟ ما هي كأنه فهمت من حديثك عم تقلك انه تجوز واحد من بيروت. ليش ما سألتها من هو؟ شو اسمه؟ مين هو هذا اللي تجوزته؟ ما هي كيف هيك؟ عشو عم تعيط ولا انت كمان؟ العمى بقلبك على هالاخلاق الزفت اللي عندك. روح نمر من وجهي من هون. ما هي انت مش معقول ابدا، ما انك معقول ابدا. طيب شو هالبيت انت ليه؟ طيب كيف كان العشاء مع غياس؟ غياس كرم؟ يعني نص نص فيك تقول. كيف يعني نص نص؟ مع أساس عزمكن لأعرفكن على رجال إلهم قيمتهم يعني بالمجتمع. هلا يعني من جهة الرجال ليش الواحد يكذب؟ صراحة يعني ما بهون شي بس. بس شو؟ قال يابا خلود ما ارتحت لهم. ليش يا خلود؟ قولي لي. هول مش عار السنة يا طلال، هول بدهم يتسلوا بس. كيف يعني بدهم يتسلوا؟ ما فهمت. ما فهمت؟ لا، فهميني. يعني مش عارسين طالبين القرب بالحلال، هول جماعة بدهم يتسلوا بس. قصدي خلود إنه هول الشباب مستعدين يظهروا معنا عرفت ويصرفوا علينا ويجيبوا لنا كادويات، بس يعني بطريقة مش شرعية، فهمت علي؟ وهن قالوا لكم هذا الشيء يعني؟ قالوا لنا؟ لا يعني بصراحة هن ما حكيوا شيء، ليش الواحد يكذب يعني ويفترى عليهم للجماعة؟ كيف عرفتوا إنه هن ما عندهم نية يتجوزوكم؟ بعدين وين في رجال اليوم بيقول لك من اول مره انه بده يتعرف عليك وانه ناوي يتجوزك؟ مش بده يتعرف عليك بالاول ويفهمك ويتاكد انه انت العروس اللي هو عم ينبش عليها قبل ما يتقدم لك؟ روح اسالي حيلا بنت تجوزت قديش بقيت هي وجوزها مصاحبين وعايشين سوا مثل المتجوزين. شو نحن عايشين يعني بالعصر الحجري؟ انه هلا هيك صارت العلاقات. لك يسلم هالدم. ما أنا قلت لها هيدا الحكي، بس هي ما بعرف شو مفكرة، مفكرة إنه هول الشباب عرفت إنه بس حيشوفوها حيخشوا، ما هي المفروض الوحدة تشتغل عليهم وتعلقهم تينغرموا فيها، وبعدين هن بيعملوا لها اللي بدها إياه، مزبوط ولا لا؟ ها؟ هيدا حكي. إيه بس يا طلال في واحد منهم مجوز، هيدا اللي أكتر شي كان عم يحكي معي لإلي، عنده أولاد كمان. إيه وين مشلي لو مجوز يعني ما عم بفهم، بيطلق؟ شو أول رجال بينغرم وبيطلق تيتجوز البنت اللي بحبها يا خلود؟ يا عمي مانك عايشة بهالدنيا؟ طيب ما بتحضري مسلسلات؟ ما غلود مفكرة انه عرسان بهيدا المستوى رح يجوا لعندها على باب البيت عرفت يوقفوا تحت هالبناية المهرهرة ويقعدوا يغنوا لها على الأطلال مثل الأفلام. إذا أنت بدك تطلع من عيشة الحرمان حبيبتي بدك تعرفي كيف تسيسر أمورك، وإلا تجوزي عبدالله الزبال وخليك عايشة بهالحي المعفن. مش هيك كانت عليه بس الفكرة. شو لكان؟ بس فهميني شو بدك انت؟ بدك تخلصي من عيشة الزفت اللي انت عيشتيها ولا بدك ناوي تقضي حياتك كلها قاعدة عم تنطفي ببيوت العالم وتتحملي؟ شو يا خلود؟ عم تحشروا فيك رجال بالبيوت اللي عم تشتغلي فيها؟ يا ريت بس هيك، لو كان هيك كان نص مصيبة. شو كمان قليلة؟ خلود يعني خلود اعتدى عليها صاحب البيت اللي بتشتغل فيه، الله لا يوفقه. شو هالحكي؟ شو اسمه هالحيوان؟ اسمه سليم شقير. بغيره هيدا مدير عام شركة السبسي؟ طيب ليكي انت ايهم من العرسان كان عم بيتقرب لك اكتر شيء؟ شفيق ولا عادل؟ شفيق. بتعرفي مين بيكون هيدا شفيق؟ بيكون صاحب مؤسسة السلطان العالمية. بتعرفي شو هي مؤسسة السلطان العالمية؟ هي المؤسسة الام ل 15 شركة بلبنان والخليج، من بيناتهم شركة السبسي هيدا اللي مدير العام هالكلب سليم شقير اللي اعتدى عليكي. ايه طلعوا ببعض فكروا بخطه كيف بدكم تنتقموا من هالكلب اللي اعتدى عليكي. خلود طابه صارت ملعبك، تلعبيها صح مع صاحبنا شفيق بيطلع لك بدك اياه وحبه مسك. شو قلتوا؟ يعني طلال بالنهايه انت ابن منطقتنا يعني عرفت، يعني اكيد ما حتغشنا، فانت بتشجعنا على الموضوع صح؟
100%. لك نعطينا بس هيك شي يومين عرفت علي، بس نستمخ بالموضوع ونفكر بالقصة ونرد لك خبر. ماشي الحال، خذي وقتك. خلود انت بعد ما اكلت شي من اول ما قعدنا، حطي شي بتمك. صباح الخير دينا. هاي عماد. بونجور عمو طارق. بونجور عمادو، حبيبي مثل وصيتك ها؟ تبعوا على الطريق. ما تخاف علي. تبعوا على الطريق. باي. باي حبيبي. حياتي في مجال نسكافيه؟ طلال انا مش عجبتني هالشغله كلها سوا. حياتي روقي روقي، طولي بالك. بدك نبشي على شقة اليوم؟ عن جد؟ ايه عن جد؟ شو عم بمزح؟ ايه بس انا ما معي سياره لاروح فتش، بلكي بيي او خيي يشوفوني على الطريق. ليه ما بياخذوكي اصحابك؟ ما اثنيناتهم عندهم سيارات. بلا. طيب منيح. شو كيف كان اول نهار؟ اروح قولك بتكون عندك بالبيت بس نرجع بعد الظهر. هلا انت ما عم تحكي معها خالص؟ انا بجي وهي بتفل. لا يعطيك العافيه، لا بتشرب فنجان قهوه، لا كيف كان الدرس. دينا بتعرف تحكي عن حالها، وصاحبتك مش ناطره عزيمتي، بتعرف تعمل قهوه. يا خيي قلت لك ما بقى تقول عنها صاحبتي، ما البنت خاطبه. أقولك إذا قلت لها إني بحبها بتترك خطيبها كرمالي؟ شوف إذا عندك شيء أحسن تقدم لي إياه. ليش لا؟ مش يمكن لأنه بتحب خطيبها مثلاً؟ لا. بتروح الشغلة. هي اما سمعتني شو قلت لك.
سمعتك، الله يرحمها مين ما تكون. عمتي اللي ماتت. بعتذر، عوض بسلامتك. عمتي بخيلة ومانا مجوزة وما عندها أولاد ومع مصاري كتير، وكانت عايشة على الخبزة والزيتونة، وأنا وارثتها. كيفني معك؟ 200,000 دولار، يعني 2 وحدة صفورة. بتحبني أو ما بتحبني؟ روبرتا، مبروك عليك الورثة، وإن شاء الله يا رب تتهني فيه. بس أنا بدي روح على الشغل، أنت شربي قهوتك على رواق وفي الوقت ما بدك، أوكي؟ لك يا الله يا روبرتا، ليه على طول هون؟ تعا تعا لعندي تعا. ما بتتجوزني ب 200,000 دولار؟ شو؟ حبيبي مثل ما عم تسمع، عم بطلب ايدك لتتجوزني ب 200,000 دولار. دينا، كيف كان الصف؟ كثير منيح. مين معلمتك؟ مش زينب. زينب، شو عم تاكلي؟ زعتر وجيت. بدك؟ لا ميرسي، ما بدي. طيب ليش قاعدة لوحدك؟ ليه مانك عم تلعبي مع عماد؟ عم يلعب مع أصحابه فوتبول. والصبيان ما بدهم يلعبوكي معهم، ما هيك؟ طيب تعرفتي على البنات اللي بصفك؟ ماشي معي لنروح لعندهم نتعرف عليهم. لا لا، مش ضروري. كيف يعني مش ضروري؟ ما بيصير تضلك قاعدة لحالك. ما بدك نروح نتعرف على البنات ونلعب معهم؟ طيب يلا تعي معي وانا بعرفك عليهم، وانت بتشوفي مع مين تتفقي. انا ما بتفق مع البنات. ليش؟ انا مش بنت؟ انت خير شيء، انت كبيرة. وشو بهم البنات يلي بعمرك؟ بابا بيقول انهم سخيفين، واحسن ما اتصاحب معهم تما اصير سخيفة مثلهم. والبابا بيلاقيني سخيفة لإلي كمان؟ ما بعرف، ما بيحكينا عنك. طيب انت شو رأيك؟ انت بتلاقيهم كمان سخيفين؟ يمكن. طيب عندي فكرة، شو رأيك انا اخديك وروح عارفك عشي بنت، واذا لقيت انه البابا معه حق وما حبيتيها بتبطلي تحكي معه؟ منجرب؟ اوكي يلا ماشي. يلحقوني كلهم 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 كلهم. في اعرف عشون اذت؟ هالقد ما بسوى انا؟ لا مش هيك. لكن شو؟ وانا من شو بشكي؟ انت ما بتشكي من شيء، المشكلة مش منك. من مين لكن؟ منك انت؟ وتحبني؟ هيدي المشكلة يا حبيبي؟ روبرتا ما تعتل هم، أنا بحبك عني وعنك أصلا. بكرة مع العشرة والأيام والمصاري بتصير تحبني كتير، ببطل فيك تعيش من دوني. تعا تعا لعندي. أنا رح روح هلأ ادفن عمتي تأتأكد إنها ماتت تحت سابع أرض. فكر فيها، وإذا لقيت إنه أنت موضوع قابل عبالك إنه أنا وأنت نرتبط قلي، هيك ساعتها بيجي أنا والعدة كلها. يعني إنه أنا قصدي يعني إنه دفتر التشيكات والحساب والغراض يعني، أوكي؟ وفوقهم حبة مسك، أوكي؟ Thank you.
بيحبوني كلهم 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 وقاعد كتير بستحي. صباح معلم. هلا طلال، شو كيف صرت؟ ماشي الحال احسن. شو عنا اليوم؟ لك شيء استاذ شكلك مش عبالك. ما سمعت؟ ما سمعت شو؟ رشا راحت خطيفي. مع مين؟ مع واحد من بيروت. يلا خيرة بغيرة، مش من نصيبك. طلال، انت معك خبر انه كان عندها حدا شيء؟ لا لا، ما معي خبر. على اساس انتوا اصحاب بتعرفها منيح. ايه، ما هي راحت خطيفة، فما معقول تيجي تخبرني شيء هالقد سري. معك حق، بعدني مش عم صدق. خلص روق روق معلم، ما طلعت من نصيبك. يعني مليون مليون بنت بتتمنى فيك. شو وقفت على رشا؟ معك حق. ليك طلال؟ لا معلم. انت تعرفها منيح لخلود؟ ليه عم تسأل؟ على اساس منك شايفها لإلك. مزبوط. ما هي القصة، انا بخاف من البنات الحلوين مثلها ومثل رفيقتها ناتالي. مثل ما بتعرفي بيبقوا متطلبين ومتعبين. انت مش من رأيي؟ معك حق. هلا بالنسبة لخلود، بعتقد اجاها عريس ومش الحال وقبلت. صحيح؟ ومين هالعريس بتعرفه؟ لا أنا ما بعرفه، بعرف إنه هو من بيروت ومعه مصاري. شفت؟ قلت لك بخوفه، متطلبين كثير.